وصف رئيس وفد منتخب أسود الرافدين الدكتور أحمد كوجر ودية العراق مع ضيفه منتخب طاجكستان والتي جرت بينهما مساء أمس الاثنين في البصرة وانتهت بالتعادل السلبي، وصفها بالجيدة مبينا أن أهميتها تكمن بتأقلم اللاعبين على الأجواء التي تشهدها البصرة كونها قريبة من أجواء البحرين التي تستضيف ما تبقى من مباريات لتصفيات كأس العالم والأمم الآسيوية مطلع شهر حزيران المقبل. بالنسبة لمباراة اليوم الحمد لله والشكر، يعني المنتخب كان موفق إلى درجة مثل ما شفتوا اللعب، أنه هي مباراة تجريبية، تجريب اللاعبين. وأنتم تعرفون مثل ما تعرفون أن اللاعبين اللي غادروا المنتخب لفترة واللي راح يرجعون طبعا بأمر المدرب راح يكون، والست اللاعبين الموجودين راح يكون لهم تيست، انت تعرف مباراة تجريبية فيلعب بالكول في يعني يطلع محصل آخر شيء. لكن أهم شيء من التجمع هنا اللي صار بالبصرة وهاي المباراة التجريبية الأولى مع طاجكستان، وقلنا مباراة ثانية مع النيبال، بعد نتوجه إلى دولة البحرين لخوض تصفيات كأس العالم. اللي زين هنا جنبي المنتخب كان جيد نوعا ما، ما اقدر اقول جيد جدا، تبقى على المدرب اكثر شيء، لكن اهم شيء هي التاقلم مع الاجواء الموجوده بالبصره اللي تماثل البحرين اللي راح نتجه الى ان شاء الله 1/6. دكتور حيدر عوفي رئيس لجنه المسابقات اشتغلها باحترافيه وحسب لوائح القوانين المسابقات، وخاصة قوانين بطولة الكأس اللي هي تكون المباراة بطولة الكأس تكون أثناء الفيفا داي، وهذا اللي صار. وكاتنج من هم نادي الشرطة من دزوا اللاعبين انه يرجعون للنادي التحقون بالنادي مرة الأخرى، هم احنا وجهنا بس صار لغط بهذا الموضوع، لكن احنا بكل ترحاب صدر اخذناه، لكن القرار راح يكون الاول والاخير الى كاتانيج انه راح يعلن 30 بالشهر القائمه النهائيه اللي راح تروح للبحرين.